المشاهدين. النهارده حلقه جديده في ختام موسم اعلامي بعد حلقات متعدده من اقتصاد بكره ولمه الاسبوع. هيحصل توقف شويه كده وان شاء الله نستعيد المشاهده معاكم في اقرب وقت ان شاء الله. النهارده هنتكلم عن موضوعين غايه في الاهميه. هنتكلم عن دور منظمه التجاره العالميه والحرب التجاريه ما بين امريكا والصين. وهيكون معانا في الفقره دي استاذ اشرف شوقي، استاذ احمد شوقي خبير الاقتصادي. وهيكون معانا بعد كده دكتور ايمن حسن خبير التمويل ودراسات الجدوى، هيكلمنا عن التحول الرقمي في شركات قطاع الاعمال العام والاداره الجديده والاهتمام اللي بتوليه الدوله في السنوات الاخيره بقطاع الاعمال العام. في البدايه حابب اتكلم ان دور منظمه التجاره العالميه الهدف الاساسي منه تسهيل التجاره ما بين الدول وبعضها البعض. كان في اتفاقيه معروفه باسم اتفاقيه الجات تسهيل الاعفاءات الجمركيه من 1948، وكان ليها تطور، وبعد كده اخر تطور كان في اجتماع في 1986 وفشلت الاجتماعات في 1986، ووصلنا في الاخر لتاسيس منظمه التجاره العالميه في 1995. الهدف الاساسي لمنظمه التجاره العالميه اللي هو خفض فكره الحصص، ان احنا نفرض كميات معينه بس هي اللي تخش او تدخل من دوله لدوله، وخفض الرسوم الجمركية على السلع والخدمات، بالإضافة إلى وضع قوانين دولية ملزمة، لأن هي المنظمة الوحيدة على مستوى العالم اللي تتناول القوانين اللي بتنظم التجارة. تهدف المنظمة إلى تخصيص أكثر كفاءة للموارد على مستوى العالم، حماية السلع وتجارة السلع والخدمات، حماية حقوق الملكية، فض نزاعات بشكل سلمي ما بين الدول المتعلقة بالتجارة. لكن احيانا بتحصل بعض خلافات، لان كل دوله بتشوف ان الدوله الثانيه ممكن تعمل لها اغراق وبالتالي تقفل مصانع وتكون سبب في البطاله وامور ثانيه. هيكون معانا استاذ احمد شوقي هيكلمنا في الموضوع ده. معانا استاذ احمد شوقي. السلام عليكم. ازي حضرتك دكتور؟ وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ مشرفنا. الحمد لله، اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لاستضافتكم الجميله. في الله يخليك، موفق دايما ومتالق على كل الشاشات. استسمح حضرتك بس في البدايه تعرفنا بدور منظمه التجاره العالميه. بالنسبه لدور منظمه التجاره العالميه، حضرتك اوضحت بعض النقاط في البدايه واتكلمت عن ان هي بتسهل عمليه التجاره على مستوى العالم. المهم في دور منظمه التجاره العالميه ان هي بتساهم في عمليه الحفاظ على التوازن في عمليات التجاره بين الدول. بمعنى انا لو عندي دوله من الدول بتقوم بعمليات تصدير اكبر من الاستيراد، فبالتالي زي ما حضرتك اشرت هيحصل عمليه اغراق، فهيؤدي الى زياده معدلات التضخم في بعض الدول الثانيه، الى بالاضافه الى انها بتقوم باداره عمليات السيوله ما بين الدول وتدفق الحصص في السلع. بمعنى انا لما يكون في دوله بتستورد وليكن منتجات زراعيه من دوله اخرى، الحصه اللي هتستوردها قد ايه؟ ما ينفعش يكون في تركز ما بين دوله للثانيه او دوله مع دول ثانيه. هو ده الهدف بتاع منظمه التجاره، ان يكون في توازن ما بين الحصص في تبادل السلع والمنتجات بوجه عام والخدمات، مش المنتجات وبس، علشان يحد من الاثار السلبيه للعمليات التي تحدث على سبيل المثال التضخم والاغراق زي ما حضرتك اوضحت في البدايه. بالاضافه الى كده ان في مشكله كبيره قوي، ويمكن دي ظهرت في الاونه الاخيره، موضوع الرسوم الجمركيه. ودي اللي ظهرت في خلال يعني من مارس 2018 في المشكله الكبيره، او زي ما كلنا سمعنا عن الحرب التجاريه اللي حصلت ما بين امريكا والصين باعتبارهم اكبر اقتصادين. فكان دور المنظمه، تحياتي لحضرتك. هو ده السؤال الثاني حضرتك، تدينا نبذه عن الحرب التجاريه ما بين الولايات المتحده الامريكيه والصين. هوضح لحضرتك الموضوع ده حالا. الفكره كلها ان كان هنا بيبرز او بيظهر دور منظمه التجاره الدوليه في حل المشكله اللي نتجت عن فرض رسوم جمركيه ما بين امريكا والصين. في البدايه استسمح حضرتك بس ابعد بس عن شاشه التلفزيون بعد اذنك، ولو معانا صور يا شباب يا ريت نعرض التلفزيون. يا ريت نعرض الصور. اتفضل حضرتك. انا بعيدا، ما فيش شاشه تلفزيون. تمام. انا الفكره كلها حابب بس اوضح للمشاهدين والمتابعين لقناه الصحه والجمال ايه المشكله او ايه اللي حصل في موضوع الحرب التجاريه ما بين الصين وامريكا. في البدايه امريكا لما شافت ان النهوض اللي بيحصل في الصين والتقدم، ان هم بيبتدوا يصدروا سلع بشكل غير طبيعي، امريكا في البدايه فرضت على الصين
رسوم جمركيه وضرائب وصلت ل 250 مليار دولار. طيب الصين لما لقت كده قالت طب انا اعمل ايه انا كمان؟ ما انا بستورد انا كمان من امريكا. ففرضت برضو رسوم جمركيه وصلت ل 110 مليار دولار. اصبح هنا القوتين الكبار اللي موجودين في العالم من الجوانب الاقتصاديه والتجاريه ابتدوا يبقى في ما بينهم حظر لدخول السلع ما بين الدولتين، مش في امريكا والصين بس، لا المشكله كبرت ووسعت اكتر من كده. بمعنى ايه؟ انا لما ابتدي اوقف دخول السلع عندك وانت تبتدي توقف دخول السلع عندي من خلال الرسوم الجمركيه، لا ده كمان ما ترامب اصدر قرار او امر يعني لجميع الشركات اللي موجوده في الصين انها تبتدي بالانسحاب من السوق الصيني، فبالتالي هو بيأثر على العمليات التجاريه في الصين. كان الحجه من ورا دوت ان امريكا شايفه ان الصين بتنتهك حقوق او بتسرق حقوق الملكيه الفكريه. وفي احصائيه عملوها في امريكا، الحكومه الامريكيه بتقول ان الصين أثرت على الاقتصاد الأمريكي في مجال سرقة حقوق الملكية الفكرية من 2013 ل 2017 بحوالي 1.2 تريليون دولار. لما نيجي نبص للأرقام اللي أنا عرضتها دلوقتي، فهنا الموضوع ما بقاش صين وأمريكا بس، لا الموضوع امتد وتشعب للعديد من الدول في العالم. ابتدت على سبيل المثال أمريكا تتجه لدول تانية في شرق آسيا تبتدي تاخد منها سلع عشان ابتدت السلع تقف مع الصين. طيب أنا قاعد أقول لحضرتك دلوقتي إن الصين هي متفوقة عن أمريكا، تعال نعرف رقمين كده صغيرين عن الصين وأمريكا في الصادرات والواردات. هي حصة العالم، أنا جايب لحضرتك رقم حديث في 30/9/2019 في الربع الأخير من 2019، هي إجمالي الواردات وفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية قد إيه؟ الواردات على مستوى العالم بنتكلم في 14 تريليون بوينت 349 مليار دولار على مستوى العالم. حصة الصين من الواردات قد ايه؟ 10.6%. طب حصة امريكا 13.4%، يعني معنى كده ان امريكا بتستورد اكتر من الصين. على النقيض لما نبص للصادرات على مستوى العالم في نفس الفترة اللي هي الربع الاخير من 2019، الربع الثالث من 2019، هنلاقي ان اجمالي الصادرات يا فندم بنتكلم في 13.965 تريليون دولار. الصين بقى بتصدر بقد ايه؟ 13.6، يعني بنتكلم في 1.825 تريليون. امريكا بتصدر في قد ايه؟ 8.8%. يعني هنبص على الجانبين الصادرات والواردات هنلاقي ان الصين بتصدر فعلا اكتر من امريكا، هنلاقي ان امريكا بتستورد اكتر من الصين. يعني المعنى واضح وصريح ان الصين هي القوة الاكبر تجاريا على مستوى العالم او اقتصاديا على مستوى العالم. ده اللي خلى تبدا الحرب التجاريه ما بين الدولتين تظهر. ابتدت امريكا تفرض رسوم زي ما قلنا في البدايه، ابتدت ان هي تامر الشركات تنسحب، وبالتبعيه قامت الصين بنفس النقطه وابتدت تفرض رسوم على الواردات الامريكيه. ادى طبعا الى العديد من الاثار، اهمها ان العديد من الاسواق الماليه ابتدت تتاثر وابتدى يحصل فيها انخفاض، واحنا ما بعدناش عن الموضوع، لا ده دول الاسواق الماليه في الخليج برضو تاثرت، هنا في مصر تاثرنا بنفس الموضوع. مش كده وبس، لا لما ابتدت عمليه الحرب التجاريه بين الكيانين الكبار في العالم تحصل، طبعا ما فيش انخفض الطلب على العديد من السلع، فاللي هيحصل بالتالي ايه؟ المصانع ما بقتش تنتج زي الاول، فبالتالي اسعار النفط ابتدت تتراجع. الذهب بعد كده هو بقى الاكثر سلعه، الاكثر رواجا والاكثر ربحا. فبالتالي اللي عايزين نوضحه ان الحرب التجاريه ما حصلت ما بين الدولتين في النهايه اثرت على اقتصاد العالم بالكل بالكامل. ابتدى يظهر دور منظمه التجاره العالميه في الاخر، هرجع لنفس النقطه في البدايه، من خلال عمليه التصالح اللي ظهرت في الفترة الأخيرة اللي كانت في 15 يناير تقريبا، وابتدت تحاول تهدي من الأوضاع وتقلل من موضوع الجمارك ديت عشان يبقى في عملية ستابيليتي زي ما قلنا، في توازن ما بين العمليات الاقتصادية على مستوى العالم. تمام. سريعا كده، حضرتك شايف إن ممكن تكون الولايات المتحدة الأمريكية يعني ورا زي ما بعض الناس بتقول يعني وتخمينات ليس لها أساس من الصحة طبعا، ورا فيروس كورونا أو شيء من هذا القبيل؟ خلينا نحط الامور في نصابها الصحيح. طبعا زي ما حضرتك قلت هي تخمينات، تمام، بس يعني الموضوع مش صعب هنا. طبعا اللي المكسب او اللي بيعود عليه المكسب في الاخر
من موضوع الفيروس اللي بتحصل والحاجات اللي بتنتشر ديت. هي برضو عشان حابب اوضح حاجه صغيره قوي، هي الصين مش اول مره يحصل عندها الموضوع ده، لو نسمع كلنا ان حصل عندها فيروس سارس قبل كده. تمام. تمام؟ دي مش اول مره، والحمد لله كانت الصين تجاوزت المشكله دي. هي كانت بدايتها خسائر حوالي 40 مليار دولار لما حصل الموضوع بتاع سارس دوت. طيب، وتجاوزت الموقف وعدت وكملت واصبحت من اقوى الاقتصاديات. انما المشكله دلوقتي في موضوع فيروس كورونا لما حصل، امريكا الصين لما حصل عندها موضوع سارس ما كانتش بالقوه اللي هي فيها دلوقتي. فبالتالي لما حصل فيروس كورونا واثر على الصين، فبالتالي الصين قوه كبيره. لما حصل معاه موضوع الفيروس ده بالتالي هيأثر على الاقتصاد العالمي. السؤال المهم اللي حضرتك سألته او التخمينات اللي موجوده، هل امريكا ورا الموضوع ده؟ حتى هذه اللحظه احنا مش هنقدر نثبت الموضوع دوت بشكل رسمي، انما الواضح ان في حرب تجاريه. البعض الخبراء او بعض المحللين بيقولوا ان نتيجه زي ما بيقولوا كده ان امريكا لجأت في الاخر لعمليه الصلح عشان تهدي الامور. ده ظهر موضوع فيروس كورونا، ده تخمينات حتى هذه اللحظة، وارد ان يحصل دوت عشان موضوع ان هم يكبحوا جماح الكيان الصيني من التقدم، ان هم يعملوا فيروس زي ده. دي حاجة مش مؤكدة، بس دي تخمينات وتحليلات زي ما حضرتك بتقول. نتمنى ان الموضوع يعني يبتدي يسيطر عليه، وخاصة ان احنا سمعنا امبارح في العديد من القنوات ان ظهرت اول حالة هنا في مصر، والحمد لله هي غير مؤثرة وهي بتحمل زي ما بيقولوا الفيروس، انما مش الفيروس مش ناشط، ابتدت تظهر هنا في مصر والحمد لله توقفت. نأمل ان ما يتكررش موضوع الفيروس دوت، ما ينتشرش في اغلب الدول، عشان نحافظ على شويه من النجاحات اللي وصلت ليها منظمه التجاره. يعني هنقول مش هنقول نجاحات كبيره، ان هي ابتدت تهدي شويه الوضع ما بين الكيانين الكبار، عشان ما يبتديش يحصل اضرار اكتر على الاقتصاد العالمي، لان حاله انتشار فيروس زي دوت ده مش هيأثر على اقتصاد في جزء معين، لا ده هيأثر على كافه القطاعات، قطاع سياحه، هيأثر في قطاع صناعه، لان اغلب المصانع هتبتدي تقف. هيأثر على العالم كله، لان العالم كله بيشتري من الصين او بيستورد من الصين. شكرا لحضرتك دكتور احمد، وان شاء الله على امل اللقاء باذن الله قريبا في الاستوديو. شكرا جدا لحضرتك وتوفق دايما. سريعا بس قبل ما نخش في الفقره الثانيه، حابب اقول ان ترامب اعلن في مارس 2018 ان في عجز في الميزان التجاري الامريكي بحوالي 500 مليار دولار، وعجز اخر سببه في حوالي 300 مليار دولار، سببه انتهاك حقوق الملكيه الفكريه لامريكا، ان امريكا بتبتكر منتجات وسلع بتكنولوجيا عاليه تيجي دول تانية، هو يقصد الصين طبعا، عن طريق الهندسة العكسية بتعرف الموبايل أو الحاجات الهاي تكنولوجي اتعملت ازاي حتى في السلاح وفي السفن والطائرات، وبعدين بيعيدوا تصنيعها بالهندسة العكسية. مؤخرا روسيا نفسها طلبت الصين بحوالي 50 مليار تعويض عن تصميم لإحدى الطائرات العسكرية الروسية، الصين خدته وعملت زيه تقريبا. فهي الصين مشهورة بفكرة الهندسة العكسية، لكن التعامل ما بين روسيا والصين في الموضوع غير التعامل ما بين الصين والولايات المتحدة. الصين يعني ردت على طول في مارس 2018، كان الرد في ابريل، فرضت برضو رسوم جمركية على 128 سلعة، قامت بعدها على طول بأيام 3 ايام على طول امريكا قالت هتحط 100 مليار رسوم جمركية زيادة على المنتجات الصينية، وفضلنا نتأرجح كده لغاية ما مؤخرا في 2019 منذ اشهر قليلة ترامب حط رسوم جمركيه من 10%، يعني كانت رسوم جمركيه على السلع الصينيه 10% خلاها 25%، وابتدى يبقى في مفاوضات سريعه في يناير، وفعلا الصين خفضت وامريكا خفضت، لكن لسه يعني هم كل شويه يقعدوا وبعدين يرجعوا في كلامهم، ده يزود على ده وده يزود على ده. الهدف من دور منظمه التجاره العالميه ان ما يبقاش في دعم حكومي يضر بالاخرين، حبول تخصيص كفء للموارد على مستوى العالم لكل الدول، وتسهيل الحركه من غير ما نقول فيه حصص بكميات معينه او في رسوم عاليه على منتجات جايه من دول تانية. زي تخصيص امثل الموارد على مستوى العالم. ما ينفعش دوله ما تدعم القطن عندها وتضر بغيرها، او تدعم القمح او البطاطس عندها وتضر بغيرها. لازم يبقى في تعامل بشكل واضح وصريح ما بين الدول وبعض، ما ينفعش دوله تضر بمصالح الدوله. النظره بتاعت الغرب وامريكا تحديدا هي فكره انتهاك حقوق الملكيه. دي عندهم خط احمر، فعشان كده هو الحرب اساسها الحقيقي انتهاك حقوق الملكيه للمنتجات اللي فيها هاي تكنولوجي. واحنا بنتكلم بقى عن انتهاك حقوق الملكيه والتطوير، وكل واحد بيدور على مصلحته في هذا العالم المضطرب، لازم نتكلم عن قطاع الاعمال العام في مصر. ويعني شهدنا خسائر
وتصفيه وخصخصه، وشهدنا حاجات كتير في قطاع الاعمال. كان في خسائر كبيره في 2014 و2013، بدايه من 2015 لغايه دلوقتي. في اداره جديده وفكر جديد بتتولاه الدوله في شركات قطاع الاعمال العام. هيكون معانا تطوير وتحول رقمي ل60 شركه من الشركات. هيكون معانا منظومه للتصفيه. هيكون في قانون جديد وتعرض بالفعل على مجلس الشعب لشركات قطاع الاعمال العام. كل ده بحيث ضبط الايقاع وما نحققش خسائر، تبقى ارباح باذن الله زي ما احنا ابتدينا في اخر 3 سنين نحقق ارباح. معانا دكتور ايمن حسن. الو، صباح الخير دكتور محمد. تحياتي لحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب بخير، صباح الخير عليك وعلى جميع الساده المشاهدين. الله يخليك يا رب. في البدايه كده حضرتك تدينا نبذه عن شركات قطاع الاعمال العام واهتمام الدوله بشكل الاداره الجديد لشركات قطاع الاعمال العام. هو بالفعل شركات القطاع العام كانت بتحقق خسائر في الفتره الماضيه كبيره جدا، كان نتيجه لتقدم الالات والمعدات والتكنولوجيا، وكمان يعني كانت بتستخدم وسائل قديمه جدا 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 وتقليديه في الانتاج، فده كان بالاضافه للخصخصه، فده كان سبب اساسي ان الدوله تعيد تفكيرها من جديد وتبدا تطور او تحط منظومه جديده او مبتكره لتطوير هذا القطاع الرائد واللي بيقود عمليه التنميه. وبالفعل بدات الدوله في وضع شركات قطاع الاعمال العام على طريق الشركات العالميه المتقدمه من خلال استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي بمختلف مستوياتها، بدايه من الاتصالات وحساب انتاجيه العمال وعمل الميزانيات وفق افضل الاساليب العالميه المتقدمه. وبالفعل انتهت وزاره قطاع الاعمال العام من وضع السياسات العامه للتحول الرقمي للشركات التابعه، وتم عقد جلسات وعقد ورش عمل مع رؤساء هذه الشركات لوضع هذه السياسات، ازاي نقدر نطبق سياسات التحول الرقمي والتكنولوجيا على شركات القطاع العام. اشترك في ورشه العمل دي حوالي 1200 من قاده هذه الشركات. طيب خلال هذه الورشه ركزوا على 6 محاور اساسيه. بداوا قال لك احنا هنطور نظم العمل الاداريه داخل هذه الشركات ونظم العمل الماليه والمخازن والانتاج والمشتريات والمبيعات، وده بيعتبر اكبر مشروع سيتم انجازه في مصر، وهو منظومه التحول الرقمي في هذه الشركات. تمام يا دكتور ايمن. تحياتي للدكتور ايمن. دكتور ايمن. ايوه دكتور، اتفضل يا دكتور معاك. معاك، احنا معانا الصوره قطاع الغزل والنسيج، واحنا عارفين التدهور اللي كان وصل له، وفي يعني فكر جديد لتطوير القطاع. انا معاك يا دكتور ايمن. بالفعل يا دكتور بالفعل. احنا كنا بنستخدم الاساليب التقليديه، دفاتر وسجلات والكلام ده كله، لا ده احنا هنطور بقى منظومه العمل وهنخليها من خلال استخدام التكنولوجيا. بدات الدوله فعلا تفتح مناقصه فعلا، وتم ترسيه المناقصه دي على شركه مايكروسوفت وشركه ساب، وقال لك احنا هنستخدم تكنولوجيا هذه الشركات، وبداوا فعلا يطوروا العمل في هذا المشروع. المشروع ده يا دكتور محمد هيستغرق تنفيذه حوالي ما يقرب من عام ونص، من سنه ونص. تمام. هو هيتم دمج 22 شركه غزل وتطويرهم بشكل اساسي في 3 محافظات وبتكلفه مبدئيه 21 مليار. تمام يا دكتور محمد، تمام. طب اتفضل يا دكتور ايمن، كلمنا برضو عن المزيد من الاداره الجديده واهتمام الدوله الحقيقه، ويعني قانون اللي بيحاول ينظم عمليه يعني غلق بعض الشركات الخاسره واعاده الهيكله للشركات الاخرى عشان تحقق ارباح بدل الخسائر. اول نقطه عايز اتكلم فيها دلوقتي، احنا بنشوف الشركات الخاسره كام شركه، تمام، وبنبدا ندرس اسباب خسائر هذه الشركات. ليه الشركات دي بتخسر؟ طبعا اسباب الخساره كتير جدا. اولا سوء الاداره. سوء الاداره ده مهم جدا، كان لازم يبقى فيه تطوير لفك الاداره المعاصر اللي احنا هنبدا نطبقه في هذه الشركات. تاني حاجه السياسات والاجراءات المتبعه في هذه الشركات، طبعا اجراءات كلها عقيمه وبتراجع للبيروقراطيه. تالت حاجه انخفاض مستوى المهارات لدى العاملين بهذه الشركات ادى الى انخفاض انتاجيتهم وانخفاض المبيعات. فكل العوامل دي ادت في النهايه الى تحقيق خسائر في هذه الشركات. بدات الدوله تطبق تدرس منظومه التحول الرقمي، وده كان بدات الدوله هنا في الحاله دي تحط 4 محاور اساسيه. هنطبق منظومه التحول الرقمي وهنعمل اعاده هيكله لهذه الشركات، هيكون من خلال 4 محاور. ايه هم؟ اول محور يا دكتور محمد اعداد سياسات واجراءات رقميه بتخدم قطاع الاعمال العام،
وده السياسات والاجراءات والخطط دي تم الانتهاء منها في نوفمبر الماضي. وزي ما قلت في البدايه ان شارك في هذه السياسات حوالي 1200 من كوادر قطاع الاعمال العام. ثاني محور اختيار شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكامل الخدمات لتنفيذ هذه السياسات. وبالفعل تم طرح مناقصه وتم الانتهاء من اختيار تكنولوجيا شركه ساب ومايكروسوفت. ثالث محور عشان نقدر نعمل عمليه التحول الرقمي وتطوير هيكل هذه الشركات، وده عنصر اساسي اللي هو تطوير البنيه التحتيه للشركات. بالفعل تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزاره قطاع الاعمال العام ووزاره الاتصالات والشركه المصريه للاتصالات لتوصيل الالياف الضوئيه لكافه شركات قطاع الاعمال العام، مش بس وكده، وكمان تحديث البنيه التحتيه لهذه الشركات. رابع محور والاخير اللي هو اعداد مركز للكفاءات بيكون مسؤول عن عمليه التحول الرقمي واداره هذه المنظومه. ما انا مش معقول هحط خطط وسياسات واختار الشركات واعمل بنيه تحتيه بدون حد يقدر يدير هذه المنظومه. كان لازم بالفعل ان وزاره قطاع الاعمال العام كانت تبدا تختار الكوادر الفنيه المتخصصه لاداره هذه المنظومه، وجاء اعداد كوادر قطاع الاعمال العام مع دعمهم ببعض الخبرات من القطاع الخاص لاداره هذه المنظومه بكفاءه. فتنفيذ هذا المشروع هيتم تنفيذه في خلال سنه ونص بما يتضمنه من تحديثات للشركات في البنيه الاساسيه وربطها الكترونيا بالكامل، بالاضافه الى تدريب القيادات. ده يا دكتور محمد بيعتبر اعجاز حقيقي في تطوير هذه الشركات، وسيكون له مردود اقتصاد ايجابي على الاقتصاد المصري. تمام، حضرتك حابب تضيف حاجه عن مستقبل يعني ان شاء الله القريب في شركات قطاع الاعمال العام؟ انا عايز المنظومه دي ما تطبقش على شركات قطاع الاعمال العام بس، لا انا عايزها تطبق على الوحدات الحكوميه كلها بالكامل في الدوله. ده يا دكتور محمد هيبقى فيه سرعه في الانجاز، هيبقى فيه سرعه في الاداء، هيبقى له تحقيق يعني له مردود ايجابي جدا على الاقتصاد المصري. احنا مصر تاني دوله على مستوى العالم من حيث عدد كابلات الانترنت، وده بيؤهلها انها تصبح واحده من مناطق الجذب لهذا القطاع لاستغلال تلك الميزه. كمان مصر بقى حاليا نحو 20 كابل بحري وخمس كابلات اخرى يجب استغلالها الاستغلال الكامل في اداره هذه المنظومه. كمان مش بس كده، مصر هتنشئ اكبر مركز داتا سنتر في منطقه الشرق الاوسط من اجل حفظ كافه البيانات والمعلومات الحكوميه كبديل لايداعها في الداتا سنتر الموجوده في الخارج للحفاظ على سريه وامن المعلومات. فالمعلومات البيانات والمعلومات هتبقى امنه جدا جدا جدا. فده يدعونا ان احنا نطور لكل هياكل او كل مرافق الدوله على مستوى الجمهوريه، مش بس شركات قطاع الاعمال العام. بالفعل هو احنا في عصر المعلومات، ومصر اهتمت ايضا في الفتره الاخيره بتحديث سرعات النت، وهيكون ده ليه مردود في التحول الرقمي. بالفعل في تحول رقمي في القطاع الحكومي، مش في شركات قطاع الاعمال بس هي الفكره دكتور ايمن. انا حابب يعني اخش مع حضرتك كده في مداخله في دقيقه سريعا، ان هو الحكومه يعني في اعباء ثقيله مش هنقدر يعني نتخلص من الاجهزه او الوحدات او الهيئات التابعه لبعض الوزارات، لان تتم تدريجيا يا دكتور محمد، تتم تدريجيا. انا ما بقولش انها تتم دفعه واحده، لا احنا ممكن نعملها تدريجيا وعلى فترات زمنيه بس متقاربه مش متباعده، عشان نقدر ننجز المشروع ده في اقل وقت ممكن. احنا الدول بتسابقنا، احنا بنسابق الزمن يا دكتور محمد، احنا بنسابق الزمن وعايزين نكون من مصاف الدول المتقدمه، فعنصر الزمن مهم جدا في هذا التحول. بالفعل هو فعلا احنا بنسابق الزمن، وزي ما قال سيادة الرئيس احنا بنسابق الزمن وتحديات كتيرة وعايزين نعوض اللي فاتنا. شكرا دكتور ايمن، وعلى امل اللقاء في الاستوديو ان شاء الله قريبا. موضوعين غاية في الاهمية، موضوع ان احنا نعرف موقعنا من السوق العالمي للتجارة ونحافظ على نفسنا. يعني ما ينفعش حد بياخد مننا البطاطس لما يكون هو عنده بطاطس مكفية السنة دي يقول لنا البطاطس بتاعتكم وحشه وفيها عفن بني، واحنا البطاطس السنه دي فعلا كويسه، ولما يكون هو يعني مش مكفي نفسه بياخدها حتى لو فيها عفن بني. ولازم نهتم اول ما نهتم بالانتاج في شركات قطاع الاعمال العام عشان نحقق حد ادنى من الاكتفاء. اتمنى اكون قدمت موسم جميل، وان شاء الله باذن الله على امل في لقاء قريب، واقدر ان شاء الله دايما اكون عند حسن ظنكم وخفيف الظل واقدم المعلومه بشكل سلس وجميل. إلى اللقاء بإذن الله، كل سنة وانتم طيبين.